بدأ في العاصمة الفرنسية باريس أمس الثلاثاء أول اجتماع مباشر وجها لوجه بين قيادة الجبهة الثورية برئاسة مالك عكار والإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة الوصل لباريس نهار يوم الثلاثاء ضمن وفد من حزب الأمة في إطار سعي الطرفين لتوحيد قوى المعارضة وصولا لحل شامل لكافة مشاكل السودان بما يقود إلى التغيير والتحول الديمقراطي الحقيقي في البلاد. وأعلن التوم هجو نائب رئيس الجبهة الثورية والناطق الرسمي باسم لراديو دبنغا أعلن أن المباحثات مع الصادق المهدي بدت أمس وحتستمر اليوم وأعرب أن عملوا في التوصل لاتفاق وقال إنه مثل اللقاءات دي هتستمر مع كافة القوى السياسية وقوى الإجماع الوطني وصولا لوحدة قوى المعارضة كما هو مطروح من قبل الجبهة الثورية وفق منهج وثوابت محددة من أجل التغيير الشامل في البلاد. وأضاف توم هجو نائب رئيس الجبهة الثورية والناطق الرسمي باسمها للراديو دبنغا من العاصمة الفرنسية باريس: حقيقة وصل السيد الصادق وكانت هنالك فعلا مشاورات بدأت مع نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق إبان اجتماع الجبهة الثورية وبعض القوى السياسية مع البرلمان الأوروبي، وده ماشي في سياق الطرح المعلن للجبهة الثورية والأساسي هي المبادئ العامة أنه نحن طارحين وحدة المعارضة السودانية حول منهج وثوابت محددة. هنالك طروحات متشابهة يمكن مع كل القوى السياسية لكن لم تصل حقيقة لمرحلة الضبط في الصياغة وفي العمل المشترك. ففي هذا الإطار الجبهة الثورية منفتحة منذ فعلا وكانت هي السابقة مع قوى المعارضة الداخلية في قوى الإجماع الوطني في كمبالا ورسغ عنها نساغ الفجر الجديد، وبعد ذلك أيضا تم اللغاء في جنيف مع بعض القوى السياسية، وأخيرا تم اللغاء اللي هو في فيسبيرغ مع بعض القوى ومع الاتحاد الأوروبي. فهذه اللقاءات هي ذاهبة في نفس هذا السياق وبالذات مع مستجدات الساحة والتدهور المريع الذي يحدث. فنفتكر الحكمة تتطلب أن تتفق كل المعارضة حقيقة التي تزعى إلى إعادة الدولة السودانية حقيقة من الحكم الأحادي ومن سيطرة الحزب الواحد وتحول الدولة من دولة الحزب الواحد لدولة الوطن. نحن في هذه منفتحين حقيقة في اللقاء في إطار أطروحاتنا ونتمنى حقيقة يتطور إلى لقاءات متماثلة مع كل القوى السياسية ونتمنى أن نصل إلى رؤية مشتركة. ومن جانبها أكدت الدكتورة مريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة للأعلاقات الخارجية أكدت وصول الإمام الصادق المهدي لباريس للقاء الجبهة الثورية يوم أمس الثلاثاء. وقالت الدكتورة مريم للراديو دبنغا من باريس إنه لقاء المهدي برفقة وفد حزب الأمة مع الجبهة الثورية حيدور حول القضية السودانية بمجملة، خاصة مسألة الحوار الوطني للوصول لرؤية مشتركة تكون شاملة لكل القوى الوطنية بغرض إيجاد مخرج شامل وكامل للسودان يفضي لسلام شامل وتحول ديمقراطي وتغيير كامل للوضع السياسي في البلاد. وأضافت الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة للعلاقات الخارجية لراديو دبنغا من العاصمة الفرنسية باريس: الحمد لله وصل الحبيب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس الوزراء الشرعي المنتخب لباريس في رحلة عمل. بإذن الله حيحصل لقاء مع الإخوة في الجبهة الثورية للتباحث حول القضية الوطنية السودانية بمجملة، أيضا خاصة مسألة الحوار الوطني، وللوصول لرؤى مشتركة بنأمل إنها من بعدها ما بين حزب الأمة القومي والجبهة الثورية تكون شاملة لكل القوى الوطنية ببعد إيجاد مخرج شامل وكامل للسودان وآمن يفضي لسلام شامل وتحول ديمقراطي كامل وتغيير كامل للوضع السياسي المأزوم وفق الآن في السودان. وكانت الجبهة الثورية السودانية أعلنت نهاية شهر سبع الفات اعتماد خطة لتوحيد قوى المعارضة خلال شهرين، تعهدت ببذل أقصى الجهود لإنجاز هذه المهمة الحيوية التي تمكن السودانيين من إحداث التغيير وإسقاط النظام عبر التنسيق والعمل المشترك والاتصالات المستمرة.
وفي الخرطوم سخر حزب الأمة القومي من إصرار المؤتمر الوطني على إجراء الانتخابات في سنة 2015، وقال إنه هو غير معني بالانتخابات إلا في ظل حكومة قومية. وأعلنت سارة نقض الله الأمين العام لحزب الأمة القومي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أعلنت عن عودة حزب الأمة لتحالف قوى الإجماع الوطني من جديد. قالت دا جاء عبر عمل متماسك ومتواصل بين حزب الأمة والأحزاب المنضوية في التحالف. وصفت الكلام ده بأنه كان صنفر للخلافات اللي كانت بين حزب الأمة وبقية قوى المعارضة. منعت السلطات الأمنية أمس الثلاثاء الأستاذ محمد عبدالله الدوما رئيس هيئة محامي دارفور نائب رئيس حزب الأمة من السفر إلى باريس برفقة وفد حزب الأمة الذي يقوده الإمام الصادق المهدي. وقال محمد عبدالله الدوما لراديو دبنجا إن السلطات الأمنية أوقفته بمطار الخرطوم ومنعته من السفر بدعوى أن اسمه ضمن القوائم المحظورة. وقال عبدالله الدوما لراديو دبنجا إن ما حصل بمثل انتهاك لحقوق القانونية والدستورية وعودة الإنغاز إلى مربعها الأول. وأضاف الأستاذ محمد عبدالله الدوما للراديو دبنجا من الخرطوم: طيب اليوم حوالي 5:30 اخترت بواسطة جهاز الأمن وأنا في المطار وبعد الحجز وإتمام كل الإجراءات للسفر إلى أبوظبي ومنها إلى باريس، واستدعيت إلى مكتب الأمن والمطار، وبعد فترة أبلغوني بأنهم قرروا عدم سفري إلى باريس. وعندما استفسرت قالوا هم لأسباب أو دواعي أمنية فقط، ده الكلام اللي قالوه. وأنا حتى ماشي على البيت على حال أنا بعتقد أنه ده رجوع، ده انتكاسة كبيرة جدا، أو هم يعني رجعوا لعهد القوائم وحظر السياسيين السفر إلى خارج السودان. أعتقد حاجة يعني هم رجعوا وراء خلاص، يعني خالف القانون، انتهاك حقي يعني في السفر والتنقل. الدستور بكفر لي الحق في أنه أسافر وأتنقل بدون قيود، والحصل اليوم طبعا ده انتهاك لحقي المشروع وحقي الدستور يعني.